السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وبركاته مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنرحب بكم دائما في القناه ديالنا اللي هي قناتكم، وكنتمنى لكم تقضيوا معنا اوقات طيبه وسعيده ان شاء الله، وتنجحوا في تطبيق هذه الوصفه ديال هذا النهار اللي هي عباره عن دي تارت والسيترون ان شاء الله، اللي غادي يعجبكم. نتمنى لكم تجربوهم، راه كيجيو لذاذ وكيجيو رائعين باذن الله. والقضيه راه سهله، يعني من المقادير ديالهم سهلين وبساط، يمكن كل جميع يطبقوهم باذن الله. ومرحبا بكم، ونمشيو للمقادير. مرحبا، هذه وصفة ديال الصبلي ان شاء الله، اللي غادي نصوبوا بها دي بتيت تارت ديال السيترون ان شاء الله، في ديكور ممتاز ان شاء الله. غادي نشوفوا طريقة باش نصوبوا هذا اللقط الصبلي ديالنا والكريم ديال السيترون. حنا وريناكم طريقة ديال باش نصوبوه ان شاء الله. غادي نشوفوا هنا عندنا واحد 500 غرام ديال الدقيق، 280 غرام ديال الزبدة، زبدة ديال الاكل ماشي المارغارين. اللي ما عندوش زبده ديال الاكل يبغي يستعمل المارغرين يستعمل المارغرين ماشي مشكل. عندنا واحد 250 غرام ديال السكر كلاص، عندنا واحد 7 غرام ديال الخميره، عندنا هنا واحد جوج بيضات، عندنا واحد المعلقه ديال بودر فاني ان شاء الله، يعني واحد 20 غرام ديال البودر فاني. هادو هما المكونات ديال الصبلي ديالنا. كنديروا في الماكينه الزبده، وكنديروا السكر كلاص، غادي نخلطوا هاد جوج الحاجات. شعلوا لا ماشين ديالنا، غادي نخلطوا هذا الخليط ديالنا. بالنسبه لهاد لي طارت لي بتيت طارت صغار ديال الحامض ديالنا، غادي ان شاء الله غادي نحتاجوا 200 غرام ديال السنيده، 200 غرام ديال الزبده، 5 ديال الصفر ديال البيض، جوج حامضات متوسطات، الماء ديالهم العصير ديالهم، الزبده والسكر كلاصي ديالنا. كنضيفوا البيض، نضيفوا وحده بوحده. عندنا غير جوج بيضات، نضيف الثانية، هنا غادي نخلطوا الفاني ديالنا. وبطبيعة الحال كنخلطوا الخميرة مع الطحين، دائما الخميرة تخلط مع الطحين، يعني مع الخميرة اللي خلطناها مع الطحين. وان شاء الله غادي نشعلوا عليه باش يتخلطوا هاد المقادير كاملين، غير بشوية ماشي. بطبيعة الحال بارك على العجين ديالنا، ما خصناش نعجنوه بزاف، الصابلي دائما العجينة ديال الصابلي ما كتعجنش بزاف، يعني من الأحسن. هنا غادي نقلعو هاد الفوي ديالنا، غادي ناخدو هاد العجينة ديالنا، عجينة الصابلي ممتازة كما كتجي، ما نعجنوهاش بزاف. دائما حاولوا العجينة الصبلي ديالكم تجمعوها لا غير. غادي نرشو شوية ديال الفورص، ناخذ شوية من العجين ديالنا، غادي نسرحوه، نسرحوه
الصوصه اللي ديالنا كنرشو بشويه العجين بطبيعه الحال، بشويه ديال الفور بطبيعه الحال هكا. دائما الصابلي ديالكم ما تعطيوش بزاف ديال الفرص، ما ترشوش بزاف ديال الفرص، وثانيا ما تعجنوش بزاف. دائما هذه تكون في القاعده عندكم، باش ما كيتعجن العجين ديال سميتو كيتجمع، ما كتعطيش لا فورم. هنا غادي ناخذ هذا المول، هذا الديسان بحال هكا، غادي نقطعو به بحال هكا. هانتوما هاد البياسه كنحطوها فوق المول ديالنا بحال هكا، كنجيب واحد الرولو، الرولو بحال هكا كنوركو عليها غير بشويه، يعني ما توركوش بالجهد باش ما تهرش لكم، تدخلوها في المول ديالكم بحال هكا. هانتوما مجرد نحطوها في وسط المول، ما نوركوش عليها باش الديكور ديال هاد الجناب يبقى لينا ممتاز. هانتوما غادي نعود واحده اخرى ان شاء الله، نحطو البياسة ديالنا بحال هكا، النيشان في الوسط، في الوسط ديال المول بحال هكا، ونجيبو الرولو ديالنا نديرو ليه هكا، ولا نتوما ديرو أي مول بغيتو، أي مول. أنا غير هاد بغيتها هاد الطريقة، وهاد الزواق بغيت ندير ليه بحال هكا يعني. أما نتوما يمكن ليكم دير لي ما عندوش بحال هاد المول، اللي ما عندوش سميتو يدير المول اللي بغا والطريقة اللي بغا في الزواق، ماشي مشكل. هادي مسألة زواق، مسألة ديكور. هنا غير كندخلو هذا ما نوركوش عليه. لي فون ديالنا الفران غنشعلو ليه لتحت والفوق، غنديرو في درجة الحرارة 180، غادي نطفيو الفرفرة ونديرو السنيدة ونديوها فوق العافية إن شاء الله باش طيب. هاد الصفر ديال البيض غادي ندير واحد 80 غرام ديال بودرة كريم، واحد 80 غرام ديال بودرة كريم. هاد بودرة كريم ما قلناش لكم في الوصفة، هنا قلت لكم دروك عن التخلاط، يعني ضروري. غادي نخلطوه مزيان بحال هكا، لأن هو اللي غادي يجمع لينا هاد الكريم ديالنا. الزبدة غادي نذوبها، اسمو زين، ها هو الكريم ديالنا كله داب. نقصو عليه شويه، غناخدو من واحد الكميه، غادي نخويها فوق البيض ونخلطو بسرعه بسرعة، يعني الخلاط يكون سريع باش ما يطيبش لينا البيض ديالنا. غادي ندخلو هنا ان شاء الله هاد البلاصة، غادي دروكا غادي نخلطو هاد الكريم ديالنا باش يتجمع لينا. هادي راه طريقة مختلفة او طريقة اخرى ان شاء الله ديال باش نصوبو هاد الكريم السيترون ديالنا. الكريم ديالنا ها هو تجمع، غادي نخويو في شاجة، غادي ندخلوه للتلاجة باش يبرد مزيان. ملي كيبرد كيتجمع، ملي كيبرد كيتجمع. لي فون ديالنا ها هما كوا كيجيو طايبين مزيان. الصابلي كيجي مقرمل، كيجي رائع. كنحيدوهم من المول، كنخليوهم حتى يبردو بطبيعة الحال. دائما المول اللي ما كيلصقش كيجي احسن باش نصوبو فيه بحال هذا الشيء. كنحطهم كنرشهم شويه سكر كلاصي بحال هكا هكا، باش يطرش فوق هاد الجناب. كنجيبو لاكريم ديالنا ها هو، نديرو الدوية زوينة، يعني الدوية يكون عندها الديكور ديالها زوين، وناخدو إن شاء الله الكريم ديالنا.
غناخدو هاد لاكريم ديالنا غادي نديروه ان شاء الله في البوش بحال هكا. كناخدو لاطار ديالنا كندير واحد الغزاص ديال خيش صغيرة ماشي بزاف، ما نكتروش لان الكريم حامض هكا. على هذا الشكل كنديرو بتيت غوزاس ها هما لي طار ديالنا ديال السيترون. يمكن لنا نزوقهم بشي حاجه، نحطو واحد المرسو الشوكولا او اي حاجه فوق السيترون ديالنا. ديال الشوكولا دايره و يعني الديكوراسيون يعني كتختلف، يعني الانسان اللي بالامكانيات اللي في دارو بالامكانيات اللي عنده يمكن يصوب لا ديكوراسيون ديالو اللي بغا ان شاء الله. هادو هما لي بتيت تارت و سيترون اللي كيجيو رائعين، كيتصوبوا بلا بات يعني صابلي ممتازه، كتجي هشيشه وكتجي رائعه باذن الله. نتمنى لكم تجربوهم بهذه الطريقه وراه غادي يعجبكم ان شاء الله. مرحبا. الوصفه النهائيه ديالنا يعني الطبق النهائي بعد ما شفناه لي بتيت تارت و سيترون كيجيو رائعين. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله باش توفقوا باش تصوبوا هاد لي بتيت تارت، وان شاء الله نتمنى لكم يعني تبعوا المقادير وتبعوا الوصفه كما درناها، وان شاء الله غادي تحصلوا على نتيجه مزيانه. نتمنى منكم يا اخواني يا اخواتي ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناه ديالنا، وما تبخلوش علينا بديروا الشير للفيديوهات ديالنا باش يوصلوا لعدد كبير ديال الناس ان شاء الله الرحمن الرحيم. ومرحبا بكم انتم، احنا كنحسبكم اننا يعني احباب ديالنا، ونتمنى من الاحباب ديالنا ومشاهدين ديالنا في كل مكان في كل مكان في على هذه الكره الارضيه ان شاء الله اللي كتفرجوا فينا تشجعوا هذا الشاف اللي كيقدم لكم دائما كل يوم جديد. وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نبقاو على هذا الحال ان شاء الله، وان شاء الله رحنا دائما معكم ومرحبا بكم، وكنحييكم تحيه خاصه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.